المحشش المحشش. الو الو وي الو ساعة شريبتك ساعة شريبتك وينك في الحانوتة في الحانوتة اي اسمعني خلتها ولا روحت انت وين ماكش مروحة انا في الحانوت اي وقت اش تروح تبت في الحانوت اليوم ها روح في العيد اسمي روح ليه عاد ليه اسمعني مو قلت لك كلمتك على حكاية العيد معناها كانك مروح قل لي بس نعرف نقرا حسابي شكون معي شكون اسمعني اسمعني مو كلمتك شنحل حلو دوريت قال لي راهو الحجام تبارك الله عليه سويبعاته معناها شكون دوريت هذا دوريت هذا اللي اسمه عنده باتسيري دوريت عنده باتسيري اي حاصيلو اسمعني قال لي عليك انت اللي شكرك معناها قال لي تبارك الله عليه هديته معناها تغزل الحرير وكل شيء اي كلمتك دونك قلت علاش ليه معناها مو توا بيريود عيد والحانوت يتعبى وكل شيء اي علاش كل شيء كل شيء علاش كل شيء اي اسمعني قاعد ضايع في وقتك انت معايا ولا شنو افهم الحكايه احنا شنحلوا الحلو في الحانوت اي فهمني باهي اي ومن بعد كيفاش لا افهمني خويا مو توا موسم وعيد وكل شيء علاش انا موسم ضامني فهمني واحد اش بيك راينا راينا نصب السنه ولا لا ساعة دوريد انا دوريد وانا اش بيك تو شكون معايا ولا برم اسمعني نحلوا شوية كعك ورش الو اهلا ما نيش خوك بعمي والدمي انت اي وين وصلت اش بيك تحكي معايا شكونك معايا وانت تو تقلب فيه الوقت لا لا سألتك تعرف تحل كعك ورقة كعك ورقة ولا نعملوا بقلاوة بالدفريزاج اسمعني عاود المحشش الو اي شكون الحجام اخويا شكون معايا معاك انا اي انت شكونك كليون 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 يا سيدي كليون يا بابا اكمت يا بابا يا عزيزي اكمت اسمي خالد اي في الحانوت انت توا اي في الحانوت اي سبيك حدسك تقوس عليك راقد يا اخي شنو الحكاية لا انا في الحانوت يا اخي جاي جاك النومة اي انت توا فيق اي فيق فيق اكبس روحك شوية اسمعني مش معقول راوك بالله اي والله اي وينك انت توا انا وش مدخلك فيا علاش تسأل فيا وين اي وانت دوش تطلب فيا ليه انا طلبتك بالله اي دوش طالب اسمعني صواب عيدي قد قد انت يا اخوي يهديك ربي تفضل شويه حد لا كلمتك على حلون تاع رمضان تاع العيد اي شبيه اي كيفاش يا ودي يهديك الرحمن اي موش نجيب للحانوت فهمت وهاو كان دوروا ندوروا مع بعضنا اخوي واللي طيعه ونقص مراس الماء يا اخي برا بيها وحدك وتصرف وحدك اي به يا من الاخر هات ايش تحب انت تو نحب كيلو غريبه نحب كيلو غريبه اي اسمعني برا يهديك الرحمن يا ودي برا ديالي فضيله تو نسمك وسخو دنيك علاش تو انت ما تحب تسيب معناها اخي شادد انا اي تحب نشد قادر حل قادر حل في الحل اللي محشش الو وي اهلا اهلا بيك عايزك اسمعني تمام انت تخدم بالكيلو ولا كيفاش بالكعبه ولا كيفاه شنو هذه الكعبه وشنو الكيلو على الحلوه على الحلوه وكعك الورقه يا اخويا غلط بابا ما نخدمش انا حلو انت غلط لا صحيح مو نمر الحجام هذا ولا اي مو خاطر قالوا لي انت في العيد تخدم معناها حلويات وكل شيء لا لا اخويا لا عاد اسمعني انا مو خذيت الخميره والفارينه وشويه سكر محول وقلت كان هكا نتفاهموا علاش ليه راس المال مع بعضنا اخويا ونستفتحوا ولا خمس ايام اللي مازالوا هكا يا ولدي ما نخدمش حلويات هذيك ربي طيب بكيتي حجام ولا ايه؟ يا ودي شو مدخل حجام في الحلو؟ بوزوز في العيد يا ودي ما نخدمش يا هديك ربي ما نخدمش يا اخي اللي يجي حجب اللي يجي حجب ها؟ اللي تول شنو؟ ليه صدقني نحكي بجدي ما قلنا لا لا اوصل لي اللي يجي حجم مو يحجم للعيد ولا هكا ولا في يتكلم برك نسمع فيه مو يحجم للعيد ولا حلو للعيد زاد الو اخوي وي نسمع فيك اي وين وصلت قداش من كيلو تو سيبنا دخش بيك ما تفهمش انت عندي ممكن لا 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 اسمعني عندي كماندا سامسونج كليونت باهي على الاخر وتخلص بالباهي يا ولدي ما نخدموش ايش بيك تكبش يا اخي انت ما تخدمش السامسونج باهي نعملو كعك ورقة ما عندك ما تعمل يا اخي انت لا عندي نعمل نعمل كان البسكوت والباقي ما عنديش من سبيسياليتي نتاعي برا اخويا ليلتك زين حذر السحور باهي حذر السحور وانا تو نعمل سيدنا هذا برا شوف حاجه لعبدها يرحم بيك تو نعمل خميره في الدار مريقل بالله امان هكا تو هكا
هذيك هي اللغه اخويا اللي تفهم بها انت. يا اخي تنعرف الحجام باهي وانسان طيب وقلبك. مانيش طيب انا مانيش طيب. مال شكون برا اخويا؟ تصبح على خير هذه الوقته وهك باهي وكل خميره تفسد يا سيدي. تصبح على خير ونقعد الغدوه انا باش نعاود نطلبك. حشش اللي محشش.